السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال الشيمياء على الموقع www.exomaroc.com. قبل ما نشوفوا كيفاش اننا نحسبوا بي اش والميثود والطرق كيفاش اننا نحسبوا البي اش، غندخلوا في واحد الحاجة ضرورية وهي الدومين دو برو دومين، اي انه الحيز ديال الحيز او المجال ديال الهيمنة. الو، قبل ما نشوفوا هذا الدومين دو برو دومين خاصنا نعرفوا واحد الحاجة وهي العلاقة ما بين بي اش، العلاقه اللي تكون ما بين بي اش، واحد الغولاسيون كتجي ما بين بي اش وبي كا ا. الو، خاصنا نعرفوا واحد الغولاسيون ما بين بي اش وبي كا ا، حيت كنهضروا على بي كا ا كنهضروا على كا ا. كا ا شكون هي؟ هي الكونسونطراسيون بالنسبه لواحد الاسيد. الو، دي واحد الرياكسيون هنايا بالنسبه للاسيد، يعني اسيد بلس اش بلس الماء، لان قلنا الشروط ديال الاسيد انه خاصو يتفكك في الماء بلس الماء. علاش كيعطينا؟ كيعطينا واحد الباز نرمزو له بي بلس و اش طرا و بلس. هادشي راه قريناه وقلناه كيفاش ان اش الاسيد كيعطينا البروتون، كيعطينا اش بلس كيعطينا اش طرا و بلس. الو، دابا نحسبو كا ا. كا ا هو الكونسونطراسيون بالنسبه للاسيد، شحال كيساوي لنا كا ا؟ هو التركيز ديال بي فوا التركيز ديال اش طرا و بلس اون جينيرال، هادي انا مقسومه على تركيز ديال ا. سامي، الوغ حنايا اش بغينا؟ بغينا نشوفوا العلاقه ما بين بي كا ا و اش و بي اش. كنديروا الوغ حنا عندنا كا ا سي بيان، يعني خاصنا بي اش. بي اش شحال كتساوي؟ بي اش شحال كتساوي اللي بغينا هنايا؟ بي اش كتساوي لنا ناقص لوغ ديال اش 3 او بلس. صافي، كما كنلاحظوا عندنا اش 3 او بلس، يعني خاصنا نجبدوا اش 3 او بلس ونديروها ناقص اللوغ وتعطينا اش بي اش اللي بغينا. يعني اننا نحاولوا اننا نجبدوا في هذه المعادله، نجبدوا قيمه ديال اش 3 او بلس، يعني انه كا اش نديروا هاد ا نجيبوها لهنا. الا جبناها اش غادي يوقع؟ غادي تضرب في تطلع للفوق. صافي، شي راسي سامبل بحال كنحلوا شي معادله سهله. صافي، التركيز ديال الكونسونطراسيون ديال بي اللي جبناه لهنا غادي ينزل لتحت. صافي، يعني التركيز ديال بي. سي اشنو غادي يبقى؟ شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا اش 3 او بلس اللي بغينا. سي بيان، صافي. اشنو حنا بغينا؟ حنا بغينا بي اش. اش ندخلو؟ ندخلو ال ان ناقص ال ان موان ال ان، عفوا اللوغ اللي بغينا. اللوغ باش خدامين حنا ماشي بالال ان. الوغ اللوغ ديال كا ا فوا ا على تركيز ديال بي. سي بيان، شحال كيساوي لنا هذا؟ كيساوي لنا ناقص اللوغ ديال اش 3 او بلس. شحال كيساوي هذا؟ كيساوي لنا بي اش. بي اش واش جبدنا بي اش بدلاله بي كا ا؟ ما عندناش بي كا، خاصنا نحاولوا نجبدوا بي كا ا. اشنو عندنا؟ واحد القاعده اخرى اش كتقول؟ كتقول ان ا بي مقسومه على سي. اش كتساوي لنا؟ ا بي على سي. صافي، هاد السين نقدرو نجيبوها تحت هنا، لأن عندنا الضرب. أما كان عندنا الجمع ما يمكنش، لأن عندنا الضرب. نقدرو نديرو هاد الغلاسيون. هادشي لي غادي نديرو هنا، هاد بي هادي نجيبوها تحت أ. غنفهمو علاش نجيبوها تحت أ، يعني غتولي بحال هكا، هادي راه في وهادي تحت أ. صافي، هي بي. ألوغ كاين واحد الغلاسيون، غلاسيون أخرى أش كتقول؟ كتقولك أن اللوغ ديال أ في بي، ياك ديال أ في بي أش كيساوي؟ شتي راه قريناه، اللوغ د د ا بلس لوغ د بي. صافي، فهاد الحالة هذا هو ا وهذا هو بي، نقدرو نفرقوها. يعني شحال كيساوي هذا؟ الناقص هاد الناقص. حاولوا انك ديما الا كان ناقص لشي حاجة الاقواس باش متوقعو حتى شي غلط. يعني اللوغ، يعني غتبقى لنا اللوغ ديال كا ا بلس اللوغ ديال شحال؟ ديال ا تركيز ديال ا على تركيز ديال بي. سي بيان، الو شحال كيساوي لنا بي اش؟ لان سي بيان. الو الى حيدنا الاقواس، علاش قلنا الاقواس مهمين؟ اما حيت كتحيد الاقواس كيكون الناقص هنا كتبدل الاشاره هنايا، عندنا الناقص وهنا الناقص. سي تري بيان. الو شكون هو الناقص؟ ناقص اللوغ ديال كا بي كا. عندنا بي كا ا، راه درنا هاد التصل فيت. بي كا ا كتساوي ناقص اللوغ ديال كا. صافي، بي كا شي حاجة كتساوي ناقص اللوغ، بلاصة بي كتدخلها ناقص اللوغ ديال داكشي عندنا. صافي،
يعني ان بيكا ا عندنا هنا في الدرس اللي فات ان بيكا ا كتساوي لنا ناقص اللوغ ديال كا ا صافي. ها هي هذه هي بيكا ا، يعني ان تولي لنا بي كا ا ناقص اللوغ ديال التركيز ديال ا على التركيز ديال بي صافي كيساوي بي اش سي بيان. كاينه واحد العلاقه اخرى شكون هي؟ عندنا ان الا كانت عندنا ناقص اللوغ ديال ا على بي اكزومبل بحال هكا ا على بي، بغينا نحيدو حنا هاد الناقص اش كيوقع؟ شحال كتساوي؟ كتساوي لنا اللوغ ديال بي على ا، بي على ا كتقلب هادو وكتدير الناقص كتمشي الناقص صافي. الا بغينا نطراو الناقص تمشي، نقدرو نطراو على الناقص هنا صافي نردوها زائد، و الا رديناها زائد كيتقلب لنا هادو كيتقلبو، يعني هنا غادي يولي لنا بي وهنا يولي لنا، يعني ان الغلاسيون اللي بغينا حنا العلاقة ما بين بي كا ا و بي اش هي هي بي اش هكا تساوي نديرو بي اش، بي اش كتساوي بي كا ا بلس لوغ ديال التركيز ديال بي على التركيز ديال ا سي بيان. و هاد المعادلة هادي غادي نحتاجوها بزاف بالنسبة باش نفهمو هاد الدومين هذا دو برو دومين. الوغ نحيو هادشي و نكتبوها هنايا نحيوها و نفهمو هاد الدومين كيفاش انه كيوقع. الوغ الدومين هو هو شكون هو الدومين دو برو دومين؟ برو دومين هو بحال قلتي المهمين باللغة العربية، شكون اللي غادي يهم يهمن؟ يعني عندنا جوج حالات، عندنا مهيمن هكا بصيغة عامة، الوغ فوقاش كيكون الأسيد كيهيمن على الباز، وفوقاش الباز كيهيمن على الأسيد، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية هي فوقاش الكولور، اللون ديال الأسيد كياخد اللون ديال السوليسيون كاملة، فهمتي؟ كيهيمن على اللون، بحال كان اللون ديال الأسيد الزرق، واللون ديال الباز إير إكزومبل بيض، نقولوا أنه واحد كيوقع واحد المينوج كي الاسيد كياخذ اللون السوليسيون كامله كتاخذ اللون الاحمر، يعني الاسيد كيهيمن صافي. الهيمنه نشوفوا شكون اللي كيهيمن فيهم. الو برو دومين صافي. الو غنشوفوا الو عشان نحتاجوا لوغولاسيون ديالنا وهي بي اش اللي خدمناها دابا. بي اش بي اش اللي بررنا عليها دابا بي اش ايغا بي كا ا بلس لوغ ديال بي على ا، بي على ا ياك ماشي ا بي قلبناه حيت كانت زائد الو، يعني انه لوغ غنحتاجو هكا لوغ ديال بي على التركيز ديال ا شي قريتو في الباك كتساوي لنا بي اش بي كا ا. بي كا ا جيبوها لنا شحال تعطينا؟ تعطينا بي اش ناقص بي كا ا، لان حنا بغينا ندرسو التغيرات ديال هادو ديال التركيز ديال ا و بي، يعني خاصنا نشوفو شي غولاسيون اللي كاينين بجوج فيهم بحال ا و بي، فهمتي؟ كيما جبدنا الغولاسيون ما بين بي اش و بي كا ا نجبدو الغولاسيون ما بين ا و بي. حنا بغينا نطيرو على اللوغ باش نضربوه، ماشي غادي نضربوه في هذاك، ماشي غادي نديرو له الاكسبونونسيال، لا الالي اللي كنديرو له الاكسبونونسيال، اما بالنسبة للوغ اس 10 صافي كنديرو له 10 باش يمشي صافي. الوغ يعني نديرو هذا اس 10، يعني نديرو 10 أوس لوغ ديال التركيز د بي على التركيز د أ صافي، لأن 10 واحد القاعدة أخرى 10 لوغ د أ إكزومبل هكا لوغ د أ كتساوي أ، داكشي اللي عطانا هنا هو كيساوي هنايا صافي. يعني هادي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا التركيز ديال بي على التركيز ديال أ. هاد الكتابة كاملة دخلنا هنا أوس 10 ندخلو حتى هنا أوس 10 إيكال 10 أوس بي اش ناقص بي كا ا سي بيان. الوغ نزيدو نكملو. الوغ شحال تعطينا هنا؟ هادي شحال كتساوي؟ كتساوي لنا التركيز ديال بي على التركيز ديال ا سي تخي بيان كتساوي لنا. الوغ هادي اش نقدرو نديروها؟ نقدرو نفككوها، يعني تولي فوا 10 ولا فوا، ولا نخليوها لينا هنا فوا بي اش، لان عندنا الناقص هادي الا بغينا نردوها تولي بحال قلتي كتساوي 10 10 في بي اش بحال هكا مقسومه على 10 بي كا صافي. الا بغينا نردوها هكا، لان الا زيدتي هذا طلعوا، لان عندنا نفس 10 10 نقدروا هذا نطلعوا كيولي ناقص صافي. اوكي حنا محتاجين نحتاجو غير هكا، غير هكا احسن.
باش نبين ناقص بي كا حنا جبنا الغولاسيون، يعني الغولاسيون اللي بغينا هي التركيز ديال بي، التركيز ديال الباز، هذا هو لا باز صافي باز كيساوي لنا 10 اس بي اش ناقص بي كا ا فوا شحال فوا التركيز ديال ا. سي تري بيان. دابا نشوفو الحالات فوقاش كيهمل. الوغ هو السي الاحمر. الوغ الحالة الأولى لو كا ان صافي، الحالة الأولى الحالة الأولى نعتبرو أن بي اش كيساوي، الحالة الأولى نعتبرو أن بي اش إلا كانت كتساوي بي كا ا. غنشوفو شكون اللي غادي يهمل، شكون اللي كيهمل في هاد الحالة هادي صافي. إلا كانت بي اش، بي اش كتساوي بي كا ا، يعني بي اش ناقص بي كا شحال كتساوي، يعني بي اش يعني شحال تعطينا هنايا، يعني تعطينا التركيز ديال بي كيساوي 10 اس 0، شحال هي 10 اس 0 هي 1، هي كيساوي لنا التركيز ديال ا صافي. الوغ حنا الحاله الاولى يعني التركيز ديال ا كيساوي لنا التركيز ديال بي، يعني انه حتى تركيز ما كيهمل، ما كيهمل لا اسيد لا باس، لانه حيت كتكون بي اش كتساوي بي كا ا، اسيد التركيز ديال الاسيد والتركيز ديال لي باس كيكونوا متساويين، يعني حتى واحد ما كيهمل فيهم. سي تري بيان. الوغ نشوفو الحاله الثانيه لو كا دو، لو كا دو هي كان بي اش، بي اش صغير نديرو هكا صغير على بي كا، يعني بي كا ا كبير عليه. اش توقع لنا في هاد المعادله هادي اللي عندنا هنا؟ عندنا بي كتساوي لنا 10 اس اش، بي اش كل كبيره بي اش ولا بي كا ا، بي كا ا كبيره على بي اش، يعني انه غادي يعطينا هنا واحد النومبر سالب نيجاتيف صافي، يعني غادي يعطينا واحد ناقص نديروها ناقص اكس صافي، يعني نومبر سالب. الى عطانا نومبر سالب يعني هذا كيساوي لنا 0.00 شي حاجه صافي، و الى ضربناه في بي ونضربوه في ا تركيز ا. الوغ سي بيان، غندير واحد اكزومبل. دابا عندك بحال سي واحد، واحد واحد اش كيساوي؟ كيساوي جوج في 0.5 صافي. الى ضربنا هنا نشوف واش كتساوي جوج في 5 هي 10، هي هادي صافي. اذا بغينا نجيو نقارنو، اذا كان هذا 0.0 بحال هذا راه 10 اس ناقص اكس راه هي 0.0 شي حاجه، اذا كان 0.0 حاجه مضروبه في جوج كيعطينا واحد النومبر، هادو كيتساواو ما كيتساووش، هاد جوج هادي كتكون كبيره على واحد فهمتي، يعني التركيز ديال ا غادي يكون كبير على التركيز ديال بي، يعني ان التركيز ديال ا غادي يكون كبير على التركيز ديال بي. سي تري بيان. الوغ سي بيان. الوغ دابا التركيز ديال ا كبير على التركيز ديال بي. الوغ في الحاله الا كان بي اش كيساوي بي كا ا كيكون حتى واحد ما كيكون برو دومينو ما كيهمش، والا كانت بي كا ا، بي كا ا الا كانت بي كا ا، الا كانت بي كا ا بي كا ا كبيره على بي اش، فان الاسيد هو اللي كيهمل صافي، هو اللي كيهمل في المحلول، يعني الاسيد هو اللي كيهملنا في المحلول، هو اللي كيكون برو دومينو. الوغ شوفوا لوكا الثالثه صافي. الوغ لوكا الثالثه الا كانت بي اش هي الكبيره، الا كانت بي اش هي الكبيره على بي كا ا صافي. الوغ غنشوفوا واش شنو غادي يوقع، يعني غادي يكون عندنا هنايا هنا التركيز كتساوي لنا 10، اش غادي تكون هنا بي اش كبيره على بي كا، يعني غادي يكون شي نومبر بوزيتيف موجب، يعني بحال 5 بحال 6 بحال 1 فاصله، المهم موجب، يعني غادي يكون هنايا واحد نومبر اكس نديرو له اكس صافي، يعني موجب فوا التركيز ديال ا يعني اش. انا نعطيو شي اكزومبل، الوغ نديرو حنا 10 اس 2، 10 اس 2 هي 100، 100 100 في 5 شحال كتساوي 100 في 5 هي 500 صافي. شكون اللي كبيره هادي ولا هادي؟ هادي صافي، 500 كبيره، يعني ان في هذه الحاله هادي شكون اللي كبير هنا؟ او لا بي، بي غادي تكون كبيره، التركيز ديال بي اللي غادي يكون كبير. سي بيان. الوغ التركيز ديال بي اللي غادي يكون كبير. الوغ دابا نحطو الدياغرام ديالنا نشوفو كيفاش هذا. الوغ الرسم ديالنا هو هذا بالنسبه
بالنسبة لهذا الدومين حيز الوغ هذا هو بي اش الوغ سي بيان هذا هو بي كا ا نديرو هنايا بي كا ا بي كا ا الوغ تصور كان القيمة ديال بي اش كتساوي بي كا ا يعني هذه يعني اشنو غادي يكون إذا كانت بي اش كتساوي بي كا ا غادي يكون أنه حتى واحد ما كيهمل يعني التركيز ديال ا كيساوي التركيز ديال بي سي تري بيان تصور كان بي اش كبير على بي كا يعني بي اش كاين هنا يعني اش غادي يوقع التركيز ديال فيها بي اش هي بي اش كبير على بي كا يعني التركيز ديال بي كيكون كبير على التركيز ديال ا سي بيان تصور بي اش كاينه في هذه المنطقه هذه يعني بي اش تكون صغيره على بي كا اذا كانت بي اش صغيره على بي كا يعني التركيز ديال ا كبير التركيز ديال الاسيد كيكون كبير يعني ان الاسيد هو كيهم صافي هذا هو الدياغرام ديالي الوغ نشوفوا الحاله الثانيه وهي كما كيقولوا داك كشف الملون بحال هكا اللغه العربيه الكول ديال الكولور الوغ بحال هكا عندنا الاسيد كما قلنا باللون الاحمر بحال هكا هذا هو الاسيد صافي وعندنا الباز هكا هو باللون الاخضر الباز كي هذا المحلول هذا باللون الاخضر صافي في المحلول الوغ شكون اللي غادي ياخذ اللون الاخر واش غادي نشوف شكون اللي كياخذ اللون لان حتى تخلطوا اما هذا الحمر كامل غادي ياخذ اللون يعني انه هذا الاسيد هذا هو اللي مهم يعني انه خد اللون الاحمر شكون اللي كياخذ اللون ديالنا الوغ نقول ان المحلول ياخذ قاعده لون القاعده ولا لون الحامض بحال هكا لون المحلول لا لون الحامض قاعده اسيد ايباس القاعدة والحمض هي قاعدة والحمض نحيو هادشي ونشوفو كيفاش نديرو الأخرى أشنو نحتاجو كيما هدا نحتاجو هاد البيكا أب بي أش ألوغ نعتبرو حنا واحد الغياكسيون واحد الغياكسيون بالنسبة للأسيد بحال قلتي أ أش أ أش plus H3O H2O يعني انه هذا كيتعتبر اسيد يعني بلس الماء غادي يعطينا H3O بلس و بلس و H تمشي من هذا تعطينا A موان و هنا بلس سي بيان الو بي كا ا بي كا ا شحال لقيناها كتساوي دلالة بي اش مع بي كا ا لقينا بي اش كتساوي بي اش كتساوي بي كا ا بي كا ا زائد اللوغ اللوغ ديال اش الفوق كيكون الا كان عندنا زائد الفوق كيكون الباز شكون هو الباز هو ا موان ا موان وتحت كيكون الاسيد الاسيد اللي عندنا في هاد الرياكسيون هو ا اش هادشي راه بينا سي بيان الوغ دابا نشوفو شكون اللي كياخد اللون شكون اللي كي كنقولوا عليه ان المحلول ياخذ لون القاعده او لون الحمض لون الاسيد او لون الباز صافي الكولور ديال الاسيد ولا كولور الباز اللي كياخذ لنا المحلول الو نكتبوها هنايا ا اش فوقاش ا اش ا اش وهو الاسيد اي كنقولوا انه اي برودومينو هو المهيمن أمام واحد أموان أمام الأسيد أمام الباز أموان عندما كون عندما كيكون عندنا إلا كان عندنا إلا كان عندنا أأش أأش مالو كبر عشرات المرات عشرات المرات من أموان صافي سي بيان تمام فوقاش كنقولوا ان ا اش شكون هو الاسيد فوقاش كنقولوا ان الاسيد غادي ياخذ لنا اللون ديال اللون ديالو هو اللي غادي يكون في المحلول الا كان هذا الاسيد هذا كبير على الباز ديالنا 10 د المرات صافي كبير عليه 10 د المرات سي بيان الوغ الا كان عليه كبير عليه 10 د المرات غادي ياخذ لنا لون المحلول صافي الوغ غنديروا ولكن حنا بغيناه بدلاله بي كا ا بي اش و بي كا ا خاصنا نعرفو هادي بدلالة بي اش و بي كا ا لان حنا كنخدمو بي اش و بي كا ا
لان في المعطيات كيعطيك قيمه بي اش و بي كا، انت كتعرف شكون هو المحلول اللي غادي ياخذ لنا اللون ديال هذا. الوغ باش نجبدوا القيمه ديال بي اش و بي كا اش غنديروا، عاد نجيبوا هذا اللي هنايا صافي، نجيبوا هذا رياكسيون، هذا ا موان نجيبوه تحت هنايا، غادي يولي لنا ا اش موان على ا موان صافي، كيساوي لنا 10 ماشي كيساوي اكبر على 10 صافي. دابا حنا اش بغينا؟ بغينا القيمه ديال بي اش و بي كا ا، فين نجبدوها؟ هنايا. شنو عندنا هنايا هاد الرياكسيون؟ عندنا ان بي اش، نكتبوها هنايا، عندنا ان بي اش، بي اش هاد بي كا ا نجيبوها لهنا، ناقص بي كا ا اش كتساوي؟ كتساوي اللوك، اللوك ديال التركيز ديال ا موان على التركيز ديال ا اش. ا اش هو الاسيد، ا موان هو الباز ديالنا. الو هادي الى لقينا القيمه ديال هادي، الى لقينا هادي يعني غادي نلقاو بي اش و بي كا، يعني اش خاصنا ندخلو هنايا؟ غادي ندخلو اللوغ باش تعطينا هاد القيمة هادي، باش نعوضوها بي اش ناقص بي كا، يعني غادي ندخلو اللوغ هنايا، اللوغ الوغ، و حتى هاد 10 غادي ندخلو لها اللوغ، اللوغ د 10، شحال هو اللوغ د 10؟ كنشوفو الأوكارين هاهي، اللوغ فين القاعدة كتبناها هنايا، هاهي اللوغ ديال 10 أس، نكتبوها أنا عاود نكتبوها، عندك اللوغ ديال 10 أس أ اش كتساوي؟ كتساوي لنا ا، يعني هادشي اللي عندنا هنا هو اللي كيكون هنا صافي. اللوك ديال 10 اس اش حيت ما كيكون والو، هي 10 اس واحد، يعني هذا اش كيساوي لنا؟ كيعطينا اللوك، بعدا اللوك ديال ا اش على ا موان، فين راه ا اش؟ ا اش على ا موان، هنا عندنا ا موان على ا اش، يعني خاصنا المقلوب، يعني الا ضربنا هنا في الناقص، ضربنا هنا في الناقص ونضربو حتى هنا في الناقص صافي، نضربو هاد المعادلة كاملة بالناقص وهادي كاملة بالناقص، إلا ضربنا بالناقص هادي غيتقلبو هادو صافي، غتولي لنا ا اش وهنا ا موان، سي بيان، يعني أن هادي نقدرو نعوضوها ب بي كا ا، بي كا ا ناقص بي اش اللي عندنا تما أكبر من اللوك ديال 10، شحال عندنا هنا؟ أس اش، أس واحد، يعني كبر من واحد. سي بيان، نقدرو نجيبو بي اش لهاد الجي و هاد الواحد نجيبوها لهنا، يعني ان بي اش مالو، يعني بي اش اصغر من اش؟ من بي كا ا ناقص واحد صافي. هاد الواحد جبناه لهنا ولا ناقص، و هاد بي اش جبناه لهنا، يعني بي اش صغيرة على بي كا ا و ناقص واحد صافي. هي المعادلة اللولى لقيناها صافي، حيت كتكون بي اش القيمة د بي اش، بي اش صغيرة على بي كا ا ناقص واحد، هو كيكون عاطيك القيمة ديال بي اش و بي كا، انت كدير بي كا كنقص لها واحد و كتشوف واش كبيرة على بي اش، إلا كانت كبيرة على بي اش فإن الأسيد هو اللي كيهيمن على كيهيمن على الباص صافي، يعني الأسيد هو اللي كيهيمن على الباص. ألوغ بالنسبة للحالة الأخرى كتبو هنا الحالة الأخرى، نحيو هذا والحالة الأخرى، إذا الإكس يعني إذا كان أموان وهو الباز، أموان اللي عندنا هنايا هو اللي كيهيمن على الأسيد صافي، اللون ديال الباز هو اللي كيهيمن على الأسيد، إذا كان الباز ديالنا وهو أموان، التركيز ديال الباز ديالنا مالو أكبر 10 المرات حتى هو من ا اش سيري. نفس الحاجه نديروها هنايا، ندخلو نجيبو هاد ا اش لهنا، تعطينا التركيز ديال ا موان على ا اش كيساوي، ماشي كيساوي اكبر قطعا من 10. الوغ اش غادي يوقع هنايا؟ ندخلو اللوغ ديال ا موان على ا اش اكبر من اللوغ نتاع 10، اللوغ ديال 10. الوغ اشنو عندنا هنا؟ نحيو هادي لان هادي قلبناها قبيلات باش نخرج لنا لوناسيون. اشنو عندنا؟ عندنا بي اش، بي اش هاد بي كا ا اللي جبناها لهنا تعطيك ناقص بي كا ا كتساوي اللوغ
log ديال a موان على ah صافي. هنا ما نبدلو والو، هنا نيت a موان ah هي، ما ندخلو لا ناقص لا والو. يعني ان هذه نيت راه كتساوي هذه، يعني كتساوي لنا بي اش ناقص بي كا ا اكبر من لوغ ديال 10 شحال واحد. يعني الا جبنا هنا يعني بي اش اكبر قطعا من بي كا ا، يعني بي كا ا كانت سالبيه جبنا هنا تولي موجبه زائد ان سي بي ان لوغلاسيون الثانيه صافي. يعني فوقاش كيكون الباز هو اللي كيكون مهمين بالنسبه للكولور، الا كانت بي اش كبيره على بي كا ا زائد واحد صافي. وفوقاش كيكون العكس، فوقاش انه ا اش هو اللي كيكون مهمين الا كانت بي اش صغيره على بي كا ا ناقص واحد سيري صافي. يعني انه نقدروا نرسموا دابا الدياغرام ديالنا ديال هذا، هو هذا هو بي اش نتاعنا. نخدموا حنا جوج حاجات، جوج حالات، وهي بي كا ا بلس 1 وهنا بي كا ا موان زان. الو فوقاش الاسيد كياخذ اللون ديال هذاك، فوقاش الاسيد كياخذ اللون المحلول. الا كان الاسيد هنا، الا كان الاسيد هنا، الو الا كان الاسيد هنا ا اش صافي كياخذ المحلول، كياخذ اللون ديال المحلول ديالنا. الو فوقاش كياخذ الباز، فين الباز؟ هو ا موان، ا موان هذا لي باز فوقاش كياخذ اللون ديالنا. الا كانت بي اش كبيره على بي كا ا زائد 1، الا كانت بي اش كبيره على بي كا ا، الا كانت بي اش كبيره على بي كا ا. فين هذا دابا؟ هنا غلطنا فشي حاجه، يمكن عندنا ا اش موان فوقاش كيكون و بي اش هنايا، الا كانت بي كا ا بلس. عفوا راه قلبنا هادو راه قلبناهم، داكشي علاش هنا راه زائد ان، لان راه ماشي هكا وهذا ناقص ان صافي، لان هو ماشي هكا هكا وماشي كيتزاد. يعني بيكا ا زائد واحد كبيرة على بيكا ا ناقص واحد، راه باين. الوغ ا موا هو هو الاسيد ياك، الاسيد فوقاش كيكون كاين؟ الا كانت بي اش صغيرة على بيكا ا ناقص واحد، انت بيكا ا ناقص واحد بي اش صغيرة عليها صافي. الا كانت صغيرة عليها فان الاسيد هو اللي كيكون مهمين. وفوقاش كيكون الباز مهمين؟ الا كان بي اش، بي اش في هاد البارتي هذا، في هاد الدومين هذا، في هاد المجال هذا ما بين هنا لهنايا، من هنا للبلوس انفيني كيكون مهمين، حيت عندنا هنا بي اش خاصو يكون كبير على بي كا ا زائد واحد، يعني في هاد البارتي هادي ا موان. اما بالنسبه هنا ما بين بي كا ا ناقص واحد وبي كا ا زائد واحد، حتى واحد ما كيهمن، يعني كيكون نكتبو ا اش اي ا موان، كيكونوا في هاد الحاله هذا مخلطين اللون. الوغ نتمنى انكم فهمتوا الدومين دو برو دومينو ديالنا. الوغ نتمنى انكم حطوا موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي مزيان.